السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. يا شيخنا أنا الآن في الصلاة أنظر إلى قصدي في يعني وأنا راكع، هل أنظر إلى موضع السجود أم تراتيف الأصابع؟ ما يلزمش طراطيف الأصابع، مش نص طراطيف الأصابع، الأمر سهل، ما في نص ملزم، يعني ليس هناك نص أمر، ما فيش ما فيش أمر معين بالنظر إلى مكان معين وأنت راكع.